نروح بقى مع حضراتكم على موقع يلا كوره اسمه المط معايا موقع يلا كوره مع مراسلتنا العزيزه مريم سميح، وهنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. والجدير بذكر ان هيكون معاها لقاء مع منى عمر الصحفيه بموقع يلا كوره. صباح الفل، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وكمان بصبح على زميلي محمد توفيق، وكمان يعني كل التحية لمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. لقاء جديد، لقاء صحفي جديد، وجولة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورة. هيكون معانا عدة عناوين طبعا أبرزها عن المنتخب ومباراة غدا يعني أمام كينيا. والبداية من جريدة الشروق: البدري يستقر على منح صلاح شارط قيادة المنتخب أمام كينيا. ومن بوابة أخبار اليوم: الطريق إلى المونديال، تصفيات أوروبا على صفيح ساخن وسط قيود جائحة كورونا. وكمان من جريدة الراي الكويتية: العد التنازلي لرحيل راموس، وريال يحسم صفقة هالند. وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط: فرنسا تستهل حملة دفاعها عن لقبها العالمي بمواجهة أوكرانيا، وهولندا تصطدم بتركيا. طبعا بيسعدنا أن يكون معانا يعني الناقدة الرياضية والصحفية منى عمر بموقع يلا كورة، عشان يكون معنا ليها لقاء وحوار صحفي كمان عن تحليلها عن هذه العناوين. طبعا منا في البداية بصبح عليكي وبرحب بيكي على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن الملف الأبرز هو المنتخب المصري ومباراته غدا أمام كينيا، ولكن في نقطة هامة جدا يعني إعطاء البدري شارة المنتخب لمحمد صلاح. ده كمان عايزين نقول هل ده ممكن يخلق أزمة في صفوف المنتخب، خاصة أن عندنا طبعا بالأقدمية السولية وحجازي والنني، خاصة كمان حصل أزمة قبل كده بعد رفض عبدالله السعيد وأحمد فتحي بإعطاء صلاح الشارة. صباح الخير عليك يا مريم، وصباح الخير على كريم ونهواند وكل متابعي قناة النادي الأهلي. زي ما انت ما قلتي، ترتيب أو احنا بداية يعني كل ماتش المنتخب لازم نسمع عن أزمة شرط القيادة. زي ما انت ما قلتي، الترتيب بتاع الشارة بيمشي مفروض بالأقدمية، فعلى حسب القائمة اللي موجودة دلوقتي بعد استبعاد عبدالله السعيد وأحمد فتحي، فعندنا الترتيب عمرو السولية، عندنا أحمد حجازي، عندنا محمد النني، وبعد كده عندنا محمد صلاح وعمر جابر. دول أول خمسة، فبالتالي الترتيب بتاعنا محمد صلاح رقم 4. خلينا الأول نتفق على أن محمد صلاح لاعب كبير جدا، مميز جدا داخل الملعب، عقليته تطورت جدا الفترة الأخيرة نتيجة الخبرات اللي اكتسبها سواء في الدوري الإنجليزي أو قبل كده في الدوري الإيطالي. فخلينا نخرج صلاح برا الحزب أصلا، لأن صراحة مش طرف في الموضوع. الأزمة بقالها تقريبا سنة ونص منذ تولي كابتن حسام البدري تدريب المنتخب. لعبنا 4 ماتشات: كينيا وجزر القمر وتوجو ورايح جاي. كل ماتش للمنتخب لازم نسمع عن الأزمة بتاعت شرط القيادة. هي يعني ممكن ما تبقاش أزمة لو احنا حسمنا سواء الجهاز الفني، حسام البدري حسم الأمر بشكل نهائي وقال مثلا أنا اخترت فلان، أو أنا الموضوع مش هيمشي معايا بالأقدمية وأنا هختار فلان هو اللي هيبقى قائد المنتخب والترتيب بتاعي مثلا هيمشي 1-2-3-4، تمام. فهي دي مشكلة. الموضوع كمان تطور مش منتخب الأول بس، بقى منتخب أولمبي كمان. كابتن شوقي غريب اتسأل من فترة عن وجود أزمة ما بين صلاح وما بين رمضان صبحي على أساس شرط القيادة في حالة انضمام صلاح للقائمة الأولمبياد في طوكيو إن شاء الله، وخرج برضو قال إنه ما فيش أزمة وما فيش خلافات وإحنا بنتعامل مع اللاعبين على حسب العقلية بتاعتهم يعني. بس فإحنا لو الموضوع سواء من الجهاز المنتخب الأول أو الأولمبي لو حسمنا الموضوع بشكل مباشر مش هيبقى فيه خلاف ومش هيبقى فيه أزمة أصلا. منا سريعا عايزة أروح معاكي طبعا يعني العنوان الأبرز من جريدة الراي الكويتية، يمكن اتكلموا عن ريال مدريد الانتقالات. كمان عايزة أتكلم هل يكون في صفقات مدوية في ريال مدريد سواء برحيل راموس طبعا بعد ما قضى يمكن 16 عام داخل صفوف ريال مدريد، وكمان يعني ملقب بقلب الأسد، وكمان يعني ضم هالند بمبلغ كبير جدا. يمكن اتكلمت الراي الكويتية أنه يعني كمان راموس رفض ان هو يخفض راتبه بنسبه 10% بسبب جائحه كورونا، بس في نفس الوقت يعني في رقم كبير جدا وهو 150 مليون يورو مقابل ضم هالاند.
كلامك مظبوط، و 90% ومش 90% 99% الميركاتو الصيفي المقبل ده هيبقى مدوي الانديه الكبيره كمان، خصوصا لانه معظم الانديه دي ما قدرتش تعمل صفقات قويه في الميركاتو اللي فات بسبب ازمه جائحه كورونا، واكيد طبعا برضو هتاثر عليها في الميركاتو الجاي، بس مش يعني مش هيفضلوا اتنين ميركاتو ورا بعض ما يبقاش فيه صفقات قويه. الابرز على الساحه دلوقتي هالاند ومبابي، كل الناس عايزه تعرف هالاند ومبابي هيروحوا فين، خصوصا ان امبابي عقده قرب ينتهي مع باريس ولسه ما جددش، لكن هالاند لسه قدامه 3 سنين بس في شرط جزائي فممكن يدفع والموضوع يخلص. في تقرير قالت ان ريال مدريد قرب جدا من حسم صفقه هالاند 150 مليون يورو. سؤالك بخصوص انه ريال مدريد رفض ان هو يزود عقد راموس او يزود الراتب بتاعه، ما يوافقش على اساس ان راموس رفض ان هو يقلل الراتب بتاعه بنسبه 10% وفي نفس الوقت هيدفع المبلغ الكبير ده في هالاند. هالاند عنده 20 سنة، فأنا لما استثمر في لاعب عنده 20 سنة لسه صغير هيبني معايا هيكبر معايا في الفريق غير ما أدفع مبلغ كبير في لاعب عنده 34 سنة، بغض النظر طبعا أن خبرات راموس كبيرة جدا. يعني هالاند كمان هو عنده 20 سنة بس حقق أرقام قياسية من بدري، تفوق على مبابي، تفوق على ميسي بأنه أصبح أصغر لاعب أصلا يسجل 20 هدف في دوري أبطال أوروبا. بشكرك جدا يعني يا منى، تحليل اكثر من رائع لعناوين الصحفيه اللي كانت موجوده معانا اليوم صباح الاربعاء من مختلف المواقع والصحف سواء المحليه او العالميه. بشكركم جدا، العوده للاستوديو مره اخرى. كل الشكر للزميله العزيزه مريم سميح، وطبعا الشكر موصول لضيفتك الكريمه، شكرا جزيلا ليكم.